انه بالفساد اللي موجود هذا كلام المحاصصه والمحاصصه والمحاصصه يا استاذ مؤيد والمحاصصه الوزير سني رئيس اركان شيعي قائد فرقك فلان هذا سني هذا كردي هذا شيعي قائد القوى الجويه لازم كردي قائد الدفاع الجوي لازم شيعي هذا وينك ويجي ما انا ما شفتوا الارزاق مالهم شفتوا لا دقيقه انت ما استاذ شرمت على الشواجير مالهم روح شوف الشواجير مالهم ما عندهم عتاد شواجير بالجعب مالهم ما فيها عتاد ما بي عتاد كن خلوا احجار كن خلوا احجار وطلقتين ثلاث طلقات بالشاجر ها حتى العتاد ما ينطوهم شوف الارزاق مالهم انت شفت الارزاق مالهم كل شيء ماكو مقر شرية يبعد عن مقر لواء ما لا يقل عن 15 كيلو مخلي انت بشول انت وين مخلي ارض حرام ساتر انت مخلي وين وين التواصل ما بين الفوج وما بين ما يصير ليش لا. ليش مقر اللواء استجاب لك ما استجاب لك امر الفوج اذا مش قلت قد يبعد مقر الفوج عن مقر السريه طيب مقر السريه ايش قد يبعد عن مقر الفصائل الفصائل مالك وين اذا انت مقر سريه 11 لا فصائلك ايش قد لازم شنو تقصد بالفصائل سيد مؤيد الفصائل الموجوده اللي ضمن السريه السريه مو بالنظام الشرقي ثلاث فصائل احنا فصائل احنا على الفصائل المسلحه لا 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 الفصيل والله لا السريه لا. السريه مكونه امزح وياك اربع فصائل امزح وياك اي اشرح لي اياها اشرح لي السريه مكونه من يعني هذا حدث يعني مزحه لكن يعني بس نقطه مهمه جدا لان سيد ويانا سيد جباي خليني اخذ